السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم من جديد وكانت غيبة طويلة شوية، بس ان شاء الله يكون في على الاقل فيديو اسبوعي وممكن يبقى 2 فيديوز كل اسبوع ان شاء الله. النهاردة هشارك معاكم روتين بسيط جدا، وهيكون في شوية تبس على طرق التوفير في احتياجاتنا اليومية اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها. ازاي بقى نقدر نوفر فيها قدر الامكان من غير ما نقلل في الكواليتي او الجودة اللي احنا محتاجينها، فده هنشوفه خلال اليوم مع بعض ان شاء الله. يكون فيديو بسيط وخفيف ان شاء الله. تقولوا لي برضو ارائكم في الكومنتات. بصوا، الاقراص بتاعته طرية، غير اقراص فانش ولودفيك وهكذا، فازاي اقدر اوفر فيها، اللي هما بالمناسبة نفس سعره تقريبا، يعني سعرهم قبل كده او دلوقتي هو نفس السعر، بس الاقراص بتاعتهم ناشفة فما نقدرش ان احنا نقطعها، لازم القرص يتحط زي ما هو في الغسالة. ده مستو في ايد، هقصه بالطريقة دي اهو، نزل كل الباودر اللي جواه وكل الزيوت، فبالتالي مش هضطر ان انا احط القرص بالكامل. بصوا، مش هضطر ان انا احط القرص بالكامل جوه الغسالة، لا انا ممكن كمية القرص دي اخد مثلا تلتها، فالقرص بدل ما هيقعد معايا مرة هيقعد معايا 3 مرات تقريبا. فالعبوة 30 قرص دي ممكن تكفيني من 2.5 شهر ل3 شهور، ده لو انا بغسل غسلة كل يوم ونص، لان انا في ساعات معينة بزود الكمية اللي بحطها. هتحطي منه قد ايه؟ تحطي منه معلقة صغيرة ممسوحة، ده الكمية الكافية للغسالة، الا لو شايفة انه الغسيل متسخ بزيادة او في دهون بزيادة، فساعتها ممكن املى المعلقه شويه. عشان كده بقول يكفي من 2.5 لـ3 شهور، ده اللي هو الـ30 قرص. ببدا ان انا بعد ما بخلص بقص بقلب الكميه اللي قصيتها كده على بعض كده اهو، وبيبقى ده الشكل عندي، وبحط بقى منه. طيب، حاجه من الحاجات اللي بصراحه مش عمليه ابدا، النور قطع. اوكي، التربو ده، التربو اللي بيبقى مفتوح وعبارة عن اطباق كده تحت بعض، هو بيتفك ولكن مش عملي خالص زي ما انتم شايفين. اولا شكله مش لطيف ابدا، حتى لو استخدمته البصل وبطاطس وكده هو شكله مش لطيف ابدا. ثانيا مش عملي، لانه مش واخد حاجات، يعني هو واخد حاجات كتير ولكن شكلها سيء جدا وغير منظم. انا افضل انه بدل ما نشتري ده نشتري التربو اللي بادراج، وتكون الادراج مخرمة بحيث استخدمناه لتوم وبصل وبطاطس ينفع، فيبقى فيها تهوية وفتحات كويسة، او استخدمناه المشا اللي بنستخدمها في المطبخ للمسح وهكذا، او زي ما انتم شايفين دي الكياس. انا مثلا بجمع الكياس وبحطها في كيس كبير كده، بتنفعني في اي استخدام، دي ممكن يبقى ليها درج لوحده في الشانون. فنجيب مثلا شانون بلاستيك يكون مثلا 4 5 6 ادراج، كل ما يكون زيادة يكون افضل، هياخد تقريبا نفس المساحة او ازيد حاجة بسيطة، بس في نفس الوقت هيبقى شكله مهندم وهيكون منظم بشكل افضل. فدي من ضمن الحاجات اللي ما نجيبهاش، نجيب بداله الادراج المقفولة. طيب، دلوقتي انا قررت اني اعمل اكل ليومين 3 يكفيني، بحيث ما اضطرش ان انا كل يوم اعمل اكل جديد. فطلعت لحمة شرايح بفتيك كنت جايباها، بس دي صينية مش قلي ومش شاوي، فقطعتها صغير وديتها صدمة على النار في شوية زيت وزبدة او زيت وسمنة زي ما تحبوا، واهم حاجة ان هي ما تطلعش المية اللي فيها على قد ما نقدر، وتتحمر وتوصل للون ده. تمام، دي هعملها في صينية مع بطاطس، وهيبقى الاكل جنبها مكرونة. ف
في حلة تانية هنا عندي بعمل كباب حلة. الكباب الحلة ده برضو كان من اللحمة اللي جبتها في أول الشهر، قطعتها قطع صغيرة جدا جدا و بعملها كباب حلة، بديها برضو صدمة على النار. بعد كده على طول بنزل عليها بعد ما تتشوح كويس قوي، بنزل عليها طبق ببصل متقطع كده الجوليان او شرايح طويلة، بقلبها كده كويس لحد ما البصلة تاخد لون، ورشة فلفل اسود، بحب قوي الفلفل الاسود يتشوح مع البصل كده، مش هنحط ملح دلوقتي خالص. عندك بقى حل من اتنين، يا اما بعد ما البصلة تاخد لون خلاص نغطيها وندخلها التلاجة طبعا بعد ما اللحمة تستوي زي ما هي كده، او نحط عليها البطاطس تستوي معاها وندخلها الفرن وتبقى مستوية بالكامل وتبقى على التسخين على طول. هحط كمان فصين ثوم مفرومين، بحب الثوم قوي مع اللحمة بالطريقة دي، وممكن نحط ورقة لورا او حبهان او فصين مستكة، يعني الحاجات دي مع اللحمة بتبقى لطيفة، لان انا مش بحب احط توابل كتير مع اللحمة، زي الفراخ بتحتاج توابل، عايزة تحطي توابل مشكلة اوكي، بس انا مش بفضل كده قوي مع اللحمة، بحب طعم اللحمة يكون طبيعي. بعد كده على طول هنزل عليها بمية مغلية تستوي كويس قوي، انا لاني مش بحب البطاطس لما بتبيت في التلاجة، بحب اكلها طازة، فهسوي اللحمة كويس قوي، ممكن اسيب فيها تكة بسيطة قوي، او حتى لو استوت تماما ما عنديش مشكلة، انا اهم حاجة عندي اللحمة يعني حتى لو مهرية ما عنديش مشكلة معيها. تمام، هعلي النار كده، وبعد ما اللحمة تستوي خلاص هقفل عليها، وبعد ما تبرد هشيلها في التلاجة، وبكرة هبقى ننزل بس عليها البطاطس. البطاطس مش هتاخد وقت في السوا، ممكن البطاطس نقطعها مكعبات هتبقى لذيذة قوي، او دوائر عادي مفيش مشكلة، او نص دايرة، وبعد ما تستوي تاخد وش في الفرن وبس كده، جنب شوية مكرونة او رز لو تحبوا، وهتبقى وجبة لذيذة وسريعة جدا. طبعا في وسط الشغل ده كله ما ننساش نفسنا، انا عملت لنفسي هنا سيكم اعشاب بالعسل، بحب قوي عسل هيرو صراحة، بحسه من اكتر انواع العسل اللي فعلا يعني اصلية، عسل اصلي، فبحب قوي استخدمه بصراحة. بس فما ننساش نفسنا، ولازم في ايام الشتاء دي نقوي مناعتنا على قد ما نقدر، ونشرب مية كتير. طيب ايه البديل للمنتج ده كأقراص؟ مفيش، لانه لو جبنا لودفيك هيبقى نفس التكلفة تقريبا، بس على شهر واحد بس، مش هنقدر نقص القرص، لان القرص بتاعته زي ما قلتلكم الأقراص بتاعت فينش ولودفيك بتكون ناشفة، فما نقدرش ان احنا نقصها. البديل الوحيد في كده انه ان احنا نستخدم فيبا، تقريبا ده مصري، بس هنجيب طبعا الباودر مع الزيت مع الملح، اوكي. فممكن بعد ما ده يخلص من عندي ابدا بقى ان انا اشتري فيبا بالزيت بالملح بتاعه. اما الاقراص احنا مش بنستخدم معاها لا ملح ولا زيت، هي شامله كل حاجه وبتتحط في الغساله زي ما هي.